بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح فيه بطاقات التعلم الذاتي ولمبحث الكيمياء للصف العاشر. ووصلنا في هذه البطاقات إلى بطاقة رقم 7، وهي عبارة عن المول. والمول في تلخيص المحتوى، لابد أن تعرف أن الذرة متناهية في الصغر، طبعا لا يمكن مشاهدتها، لا يمكن قياستها بدقة. من أجل ذلك لجأ العلماء لمفهوم المول لتسهيل الحسابات الكيميائية، لأنهم لا يستطيعون أن يقيسوها في المختبر بسبب أن دقتها المتناهية في الصغر. فالمول ما تعريفه؟ التعريف هو وحدة قياس عملية للمادة، هو الكتلة الذرية أو الجزيئية للمادة، معبر عنها بالجرامات. على أفوكادو عدد الذرات أو الجزيئات أو الموجودة في 1 مول، ويكافئ طبعا هذا العدد هو 6.23 ضرب 10^23 ذرة أو أيون أو جزيء، لكن كم يكافئ في 1 مول؟ طبعا قانون هنا لابد أن تعرف أن عدد الذرات، طبعا المول عدد الذرات تقسيم عدد أفوكادو، طبعا هذا القانون بمثلث ليسهل عملية الحل. كمثال، ما عدد الذرات في 25% من المول من الحديد؟ طبعا يريد عدد الذرات أو عدد الجزيئات، فنقوم بضرب المول ضرب عدد أفوكادو. المول كم؟ هو 25%. طب عدد الأفوكادو كم؟ هو 6.23 من 1000 ضرب 10^23. طبعا نقوم بضرب الرقم الأول مع الأول والإشارة 10^23. لكن لو استخدمت الآلة الحاسبة كمثال مثلا آخر، احسب عدد المولات المغنيسيوم التي تحتوي على، إذا هو معطينا عدد الذرات ويريد عدد المولات، فعدد المولات يكون عدد الجزيئات أو عدد الذرات تقسيم عدد أفوكادو. فنضع العدد المعطى تقسيم عدد الأفوكادو ونقسم فيجد يكون نصف مول. ما عدد ذرات الكربون في 1 مول من السكر الجلوكوز؟ هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن عدد المولات هنا في يكون هو الرقم أسفل العنصر في المركب، يعني لو طلب عدد المولات لعنصر في مركب فهو الرقم أسفله، أسفل الرقم هو عدد المولات. بمعنى لو قلنا أن هناك مول واحد من C6H12O6، لكن أكم مول من الكربون في الداخل؟ هي 6 مول. إذا هنا وجدت أنه 6 مول وهو الرقم أسفل الكربون. إذا عدد الذرات حسب القانون يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوكادو، عدد مولات الكربون كام؟ 6. فبالتالي يصبح هذا الناتج لديكم. اكتب المفهوم العلمي الدال على كل من العبارات. وحدة قياس عملية للمادة وهي الكتلة الذرية أو الجزيئية للمادة، وهي المول، عدد الذرات أو الجزيئات أو الأيونات الموجودة في مول واحد، ويكافئ، هي عبارة عن عدد أفوكادو. طبعا هذا هو الحل، المول وعدد أفوكادو. طبعا كم يساوي عدد دقائق الذرات أو الجزيئات في 1 مول؟ هو عدد أفوكادو اللي هو 6.23 ضرب 10^23. ما ذرات الأكسجين في 1 مول؟ انظروا هنا، هنا كم؟ 3. عدد المولات للأكسجين 3، 3 ضرب العدد أفوكادو، تجد أن يكون الجواب هو د. طبعا المول، أفسر العبارات التالية تفسير علمية دقيقة. لا نستطيع قياس كتلة الذرة أو الاثنتين في المختبر لسبب بسيط، لأن الذرة في المختبر صغيرة جدا، لا يمكن مشاهدتها وقياس كتلتها بدقة لأنها متناهية الصغر. احسب عدد الذرات في 2 مول من الصوديوم. طبعا عدد الذرات تساوي عدد الذرات ضرب عدد أفوكادو. كم مول أعطاني؟ أعطاني 2 مول ضرب 6.23 من 1000 ضرب 10^23 وهو عدد أفوكادو، فيكون هذا هو الناتج. طبعا كم مول من ذرات الكربون تتحد مع 5 مولات من ذرات الهيدروجين في مركب C5H12؟ هنا ماذا يريد؟ طبعا 5 مول من الكربون ماذا يقابلها؟ طبعا لانه هو، انظروا، هو اداك C5H12. ناخذ الارقام عدد المولات، وهي الارقام التي تكون في الاسفل، اسفل كل عنصر هي عدد المولات، فانا استخدمها كمقياس. بمعنى هنا يكون عندي كل 5 مول من الكربون تعادل 12 مول من الاتش، وهو من الصيغه الكيميائيه. طب الخمسة مول المعطاة من الاتش كم يعادلها من الكربون؟ نجد عدد المولات، وهي نضرب مقاس 5 في 5 تقسيم 12 الذي يضرب في المجهول يكون في البسط في المقام، فتكون 2.8 مول. الكتلة المولية
هنا الكتلة المولية، الكتلة المولية هي الكتلة الذرة للعنصر أو مجموع الكتل الذرية للعناصر المكونة للمركب، طبعا وحدتها جرام لكل مول. طبعا في جدول دولار رأيت هنا جدول الكتلة المولية، طبعا الرقم الذي يكون في الأسفل هو الكتلة المولية، مثلا هنا مثلا كربون 12، هنا البوتاسيوم 39، والألمنيوم 27. طبعا نقرب هذه الأرقام، رينو 222. طبعا احسب الكتلة المولية لكل كربونات الكالسيوم، نقوم بضرب كل رقم موجود أسفل العنصر. طبعا العنصر لو كان كابيتال وسمول يكون عنصر واحد، لكن كابيتال وراء كابيتال يكون كل واحد عنصر، كل واحد عنصر. طبعا الكتلة المولية للأو 16 والسي 12 والسي اي 40، فالكتلة المولية نقوم بضرب. هنا السي اي ما يوجد أسفله ولا يوجد شيء، يعني واحد، واحد في كام؟ في الكتلة تاعت الكربو السي اي وهي 40. هنا السي ماذا يوجد أسفله؟ لا، هنا واحد فقط، لا يوجد شيء، واحد ضرب كام سي 12. الأو كم يجد؟ ثلاثة. كم في الجدول الدوري؟ 16. فتقوم بضرب عدد المولات التي تكون أسفل كل عنصر في الكتلة المولية المعطاة لكل عنصر، فتجد 100 جرام لكل مول. الشابة، وهذا رمز الشابة، انظر هنا فقط نفس العنصر، الكالسيوم أو البوتاسيوم واحد، فنقوم واحد ضرب 39 معطى، فتكون 39. الألمنيوم واحد، واحد ضرب 27 طبعا معطى، تكون 27. لكن هنا انظروا، هنا قوس SO4، الاثنان الموجود خارج القوس يضرب في جميع العناصر داخل القوس، اذا مرة يضرب في الكبريت ومرة يضرب في الأو، لكن الأو 4، فأربعة ضرب 2 8، لكن هنا الكبريت 2 عدد مولاته ضرب 32، الأكسجين 4 ضرب 2 8، والكتلة المولية له 16. هنا نفس الإشي، لو كان 12 في الخارج يقوم بضرب جميع العناصر في ما يوجد خلفه، فهنا 12 ضرب 2 و12 ضرب الأو، ف12 ضرب 2 24، 24 قديش الكتلة المولية له؟ 1، ف24 ضرب 1، وهنا 12 ضرب الأو وهي واحد طبعا في الأسفل، 12 ضرب العدد كتلة مولية 16، فيكون مجموع 474 جرام لكل مول. ما كتلة مول واحد من الأو 2 والأو؟ نجد أنه طبعا نضرب العدد المولات وهو العدد في الأسفل، هنا 16 في الأكسجين الذري، في الأكسجين العادي 32 في جزيء ثنائي الذرة. طبعا هنا هذه العلاقة الخاصة بالكتلة المولية، فعدد المولات نستطيع إيجاده بتقسيم الكتلة على الكتلة المولية، أو نجد نستطيع إيجاد الكتلة بضرب كتلة عدد المولات ضرب الكتلة المولية. فالعلاقة عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية، ونستطيع اشتقاق العلاقة، هنا الكتلة تقاس بالجرام والكتلة المولية جرام لكل مول، وهو هنا هذا الاختصار، فكله يكون عدد المولات لأنه جرام مع الجرام يذهب في الاختصار. احسب عدد مولات 9.8 جرام من H2SO4. في البداية من أجل حسابة عدد المولات لابد أن نعرف الكتلة، الكتلة معطى وهي 9.8، لكن الكتلة المولية مطلوب أن تقوم بحسابتها. فال H2SO4، ال H كام؟ 2، وفي الجدول الدوري 1، ف2 ضرب 1، ال S 1، في الجدول الدوري 32، فنقول 32 ضرب 1، ال O 4، 4 في الجدول الدوري 16، ف4 ضرب 16 يطلع 98. حسب القانون عدد المولات يكون الكتلة على الكتلة المولية، فالكتلة تقسيم الكتلة المولية 9.8 على 98 يكون 1.1 مول. مثال، احسب عدد المولات في 100 جرام من سكر المائدة بنفس الطريقة السابقة، ونقوم بتقسيم الكتلة على الكتلة المولية. احسب الكتلة المولية لحمض الخل، هنا أعطاك عدد المولات وأعطاك الكتلة، طب حسب المعادلة تكون الكتلة المولية الكتلة على عدد المولات، فنقوم بقسمة الكتلة على عدد المولات، طبعا يكون الناتج 180 جرام لكل مول. طبعا تأكدوا من هذا الرقم في عملية حساب، لأنه أنا أعتقد أنه سيكون الجواب 60 وليس 180 كما هي موجودة أمامكم. تأكدوا من الرقم واكتبوا لي في التعليقات ما هي الإجابة الصحيحة. احسب الكتلة المولية لكل من الـ NaHCO3. طبعا هنا نقوم، طبعا هنا لو لاحظتم
الان ايه واحد واحد ضرب 23، الاتش واحد ضرب واحد، سي واحد ضرب 12، والاو موجود 3 ضرب 16، فيكون هذا هو حايش حلها 84 جرام لكل مول. وبالمثل في الاتش 9 ضرب 18، الاتش 8 ضرب 1، والاو 4 ضرب 1، فيكون الجواب كالتالي 180 جرام لكل مول. احسب عدد مولات 10 جرام من C2H5OH. طبعا عدد المولات اعطاني عدد الجرامات، اذا نقوم عدد الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة 10 جرام، والكتلة المولية للC2H4O4 لا نابد ان نحسبها، فيكون الحل كالتالي، هنا 2 ضرب 12، والH 5 و1 6، 6 ضرب 1، والO 1 ضرب 16 من الجدول الدوري، وهي 46 جرام لكل مول. عدد المولات، الكتلة على الكتلة المولية 10 على 46، تكون هذا عدد المولات لديكم. احسب الكتلة المولية لكربونات الصوديوم، إذا علمت أن كتلته كتلة منه تساوي عدد المولات. طبعا أعطاك عدد المولات وأعطاك الكتلة، فقط نقاوم بالحل كالتالي. نقوم بتقسيم الكتلة، كتلة تقسيم عدد المولات، فتنجد الكتلة المولية، وطبعا المعطى لديك يكون 106 جرام لكل مول. سؤال التفوق، احسب عدد ذرات الاكسجين الموجود في 22 جرام من CO2. طبعا يريد من الاكسجين، طب الاكسجين هنا كام؟ لابد ان ناتي بعدد المولات الصحيحه للاكسجين. طبعا عدد مولات CO2 في البدايه الكتله على الكتله الموليه، هو اعطاني 22 والكتله الموليه للCO 44، كيف اتيناها؟ طبعا السي 12 والاو 16 ضرب 2، فيكون مجموعها 44، فنجد أن عدد مولات CO2 نصف. نقول أن 1 مول من CO2 يعادل 2 مول من الأو. طب من أين أتينا بالاثنين مول؟ وهي الرقم الموجود أسفل العنصر. طب نصف مول من CO2 كم تعادل؟ نضرب مقص، فعدد المولات 2 ضرب نصف على 1 تكون 1 مول. فعدد ذرات الأكسجين هو عدد المولات الأكسجين ضرب عدد أفوكادو. كم عدد المولات الأكسجين؟ 1، عدد أفوكادو معروف، يكون الجواب هو نفسه عدد أفوكادو، لأنه أنت تتكلم عن 1 مول، تتكلم عن 1 مول. هنا نكون قد نهينا هذا الدرس. الدرس القادم انتظرونا في استخدام المعادلة الكيميائية وطرق حلها في الحل. شكرا لحسن استماعكم، لكن هنا قد يتبقى لدينا بعض الوقت من أجل حساب. طبعا استخدام المعادلة لابد أن تعرف في جزئيته أنه لابد أن تتعرف على المعادلة الكيميائية الموزونة، وسنتعرف عليه في فيديو خاص. لكن المعادلة الكيميائية الموزونة كشرح صريح هي وصف للتفاعل الكيميائي من حيث كم توضع المتفاعلات والنواتج والكميات المستخدمة منها بدقة وظروف التفاعل. لذلك يستعين الكيميائيين بها في الحسابات الكيميائية. لابد أن تكون أي معادلة كيميائية في عملية الحسابات لابد أن تكون موزونة، ومن أجل تسهيل الحسابات نستخدم المول، ولابد أن يكون بشرط أساسي أن تكون موزونة، وأن جميع وحدات القياس تستخدم أو تقوم بردها إلى المول. سنشرح هذا في فيديو سابق. اكتب لي في التعليقات ما هي المواضيع التي تريد أن يتم شرحها في الفيديوهات القادمة، ما هي الجزئيات التي تريد أن تشرحها، ونعتذر إن لم نستطيع تلبية بعض الطلبات، وسنحاول تلبيتها في القريب العاجل بسبب الضغط الشديد على القناة في الطلبات في التعليقات. وشكرا لدعمكم، وإن شاء الله سنستمر في شرح هذه السلسلة حتى نقوم بإنهائها. إن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ بشرح أوراق العمل لمادة الفيزياء للصف العاشر والصف الحادي عشر. انتظرونا في التعليقات، واكتب لنا في التعليقات ما هي المواضيع التي تريد أن تحفظوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.